مارادونا، مش ممكن يا توتي يتلقى التهاني، مش ممكن يا شعب روما. ما هذا؟ ما هذا؟ من سجل الهدف؟ رويدا رويدا يسحب محمد صلاح مهاجم روما الإيطالي والمنتخب المصري الأضواء من محمد أبو تريكا صانع ألعاب الأهلي والمنتخب المصري الأسبق، وذلك بعدما نجح الأول في إعادة الفراعنة لكأس الأمم الإفريقية بعد غياب طويل عن المشاركة في البطولة خلال الدورات الثلاث الأخيرة، وبعد تألقه وتوهجه سريعا في الاحتراف الخارجي وإحرازه العديد من الأهداف المؤثرة لناديه في أعتى الأندية الأوروبية، وهو ما جعل الجماهير تتابعه عن قرب. استطاع محمد صلاح خلال العامين الماضيين وتحديدا منذ اعتزال محمد أبو تريكة إحراز العديد من الأهداف المؤثرة مع المنتخب الوطني المصري، وهي التي كان يتميز بها تريكا سواء مع الأهلي أو المنتخب، بينما تقمص محمد صلاح دور محمد أبو تريكا في معسكرات المنتخب المصري الطويلة، فأصبحت غرفته الملاذ الأول للاعبين مثلما كان يفعل أمير القلوب محمد أبو تريكا سابقا بسبب الحب الذي كان يجمع هداف روما بجميع زملائه بالمنتخب. شنو هذا يا صلاح؟ يكفينا هذا الترويض العالمي، لكن هذا السحر، هذا السحر عليك يجنن يا صلاح. واقترب محمد صلاح من الوصول للمعدل التهديفي لأبو تريكا في المنتخب المصري بعدما رفع الأول رصيد أهدافه إلى 28 هدفا، بينما أحرز تريكا 38 هدفا مع المنتخب المصري، وأصبح لا يفصل صلاح عن القديس تريكا سوى 10 أهداف يسهل عليه إحرازها، خاصة وأن عمره ما زال صغيرا وما زال لديه الوقت الكافي لتحقيق فارق الأهداف بسهولة. تعلقت الجماهير بمحمد صلاح كثيرا ولقبته بأيقونة الجيل الحالي بعدما كان محمد أبو تريكة أيقونة الجيل السابق، وأصبحت الجماهير المصرية تعول كثيرا على صلاح في إنهاء المباريات. من تاني عملها صلاح، حي على الفلاح، الأرض لا تنسى جباه الساجدين، والليل لا ينسى أنين العابدين، ومحمد صلاح بروما أصبحوا متعادلين. بدأ محمد صلاح حامد غالي حياته الكروية كناشئ في نادي المقاولون العرب، حيث كانت أولى محطاته الإبداعية. خاض صلاح أول مباراة له في الدوري المصري الممتاز في 3 مايو 2010 أمام نادي المنصورة في لقاء انتهى بالتعادل بهدف مقابل هدف. وفي موسم 2010-2011 أصبح صلاح لاعبا أساسيا بفريق المقاولون العرب، وسجل أول أهدافه في 25 ديسمبر 2010 أمام النادي الأهلي في لقاء انتهى بالتعادل بهدف مقابل هدف. ساهمت قدراته ومهاراته العالية وسرعته الفائقة بجعله محل اهتمام وسائل الإعلام. كرة على طول وتسديدة حلوة يا ولد، يا جول جول محمد صلاح، يا ولد يا ولد يا ولد، محمد صلاح طلع خروف. لصلاح شبيه انخدع به الكثيرون. شهدت قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية أول لقاء بين النجم المصري محمد صلاح والمحترف في صفوف روما الإيطالي وأحمد بهاء الملقب بشبيه محمد صلاح، واضطر بهاء للسفر من القاهرة لنجريج وذلك من أجل لقاء محمد صلاح والتقاط الصور التذكارية معه. من جانبه أعرب بهاء عن سعادته بلقاء محمد صلاح مؤكدا أن الصورة التي رسمها لمحمد صلاح لم تختلف كثيرا، خاصة في ظل التواضع الشديد الذي يتمتع به اللاعب، موجها الشكر لمحمد صلاح وأسرته على حسن استقبالهم له. صلاح كان على أعتاب 100 عقبة لولا رئيس النادي،
في عام 2012، وبعد مستواه اللافت للنظر مع نادي المقاولون العرب، كان صلاح في طريقه إلى التعاقد مع نادي الزمالك المصري في الصفقة التي عرقلت بسبب رئيس النادي أنذاك ممدوح عباس. وعلل عباس رفضه لصلاح بصغر سنه وقلة خبرته، حيث لعب صلاح أولى مبارياته في الدوري الممتاز وهو في 18 من عمره، ليتم بازل السويسري تعاقده مع صلاح في صفقة قياسية بالنسبة لنادي المقاولون العرب، حيث بلغت قيمة الصفقة 1,000,000 يورو، بالإضافة إلى احتفاظ النادي المصري المقاولون العرب بنسبة إذا ما قرر السويسري بازل بيعه بالمستقبل. صلاح محل اهتمام الصحف المصرية والعالمية بعد فترة قياسية. سجل محمد صلاح أول أهدافه الرسمية في الدوري السويسري أمام نادي لوزان، وفاز مع بازل ببطولة كأس سويسرا، واختير أحسن لاعب إفريقي صاعد عام 2012 وكأحسن لاعب في الدوري السويسري عام 2013، كما أن تسجيله مرتين في مرمى تشيلسي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا موسم 2013-2014 كان سببا رئيسيا في اهتمام الصحف العالمية عموما والإنجليزية خصوصا بالحديث عن اللاعب ومتابعته. أصبح محمد صلاح محل اهتمام الصحف المصرية والعالمية بعد مشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا وتسجيله هدفين في مرمى كولين من توتنهام واتسبر وتشيلسي الإنجليزيين، وحصل صلاح على لقب أفضل لاعب في الدوري السويسري عن عام 2013 وجائزة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لأفضل لاعب صاعد في إفريقيا عام 2012. شعبية صلاح تتزايد في الوطن العربي. سجل صلاح أول هدف له في دوري أبطال أوروبا في نادي ميكابي تل أبيب التابع لدولة الاحتلال الصهيوني في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. رفض صلاح مصافحة لاعبي ميكابي تل أبيب قبل بداية اللقاء ليتلقى صافرات استهجان من الجماهير قبل أن تبدأ بالهتاف ضده بلفظ خارج باللغة العربية. وصرح صلاح قبل المباراة وأكد أنه يلعب في فلسطين وليس في إسرائيل، وأنه سيزور المسجد الأقصى ليحظى صلاح بعدها بشعبية جارفة في الدول العربية. قضى صلاح مع نادي بازل السويسري موسما ونصف الموسم، خاض خلالها 79 مباراة محرزا 20 هدفا في مختلف البطولات. عروض جدية وخيبة أمل ثم الصعود للقمة مرة أخرى. للمرة الثانية صلاح بين عدة عروض أكثرهم جدية ناديي تشيلسي وليفربول الإنجليزي، وعلى عكس رغبة جميع متابعيه جاء اختيار صلاح اللعب لأصحاب القميص الأزرق البلوز، بينما كان يفضل جمهوره أن يذهب إلى ناد أقل من تشيلسي لتكون فرصة اللعب أفضل. وقد أحرز صلاح والأهداف للبلوز أمام فريق الأرسنال الإنجليزي في المباراة التي انتهت بفوز تشيلسي بستة أهداف مقابل لا شيء. لم تكن أوضاع صلاح في تشيلسي مرضية لطموحه ولا لجمهوره، فقد لازم دكة البدلاء لفترات طويلة لم يعتدها صلاح في مسيرته، لذا كان قراره بالرحيل في إعارة لمدة 6 أشهر لنادي فيورنتينا الإيطالي في فبراير من عام 2015 لتسطع نجومية صلاح مرة أخرى، لكن هذه المرة في صفوف الطليان. انضم محمد صلاح بعدها إلى نادي روما الإيطالي مطلع الموسم الكروي 2015-2016، وشارك في دوري أبطال أوروبا، ولعب أيضا أمام ناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، وصار صلاح أحد اللاعبين الأساسيين في روما الإيطالي.
we fell apart through broken. صلاح يا مارادونا, صلاح يا مارادونا, مش ممكن يا توتي يتلقى تاني, مش ممكن يا شعب روما, ما هذا, ما هذا, من سجل الهدف.